معا من أجل الارتقاء بالدور الدعوي للمرأة العالمة، شعار الملتقى الثالث الذي أشرفت عليه خلية المرأة وقضايا شؤون الأسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي لعمالة إنسكان أيت ملول. الملتقى جاء كخلاصة لمجهودات المجلس العلمي المحلي في خدمة المرأة وقضاياها، وإيمانا منه بالدور الذي تلعبه المرأة في التقدم بمجتمعها، تقدم لا يمكن أن يأتي إلا بتفقيه المرأة في أمور دينها ووظائفها الاجتماعية والاقتصادية، انطلاقا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما أساسان من أسس الدعوة إلى الله تعالى. هذا الموضوع يعرف الجميع بأن الدعوة إلى الله هي من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها ضوابطها ولها أسسها، ويتحملها العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال العلماء ورثة الأنبياء. ولذلك الكثير من الناس في هذا الباب يحسب أن موضوع الدعوة هكذا هو موضوع متسيب ليس له شروط. الدعوة إلى الله تكون بأمور كثيرة وأساسها جميعا العلم. الندوة لامست مجموعة من المفاهيم الخاصة بالدعوة إلى الله تعالى والعلاقة البنيوية التي تربط بين الدعوة والعلم، حيث يعتبر هذا الأخير شرطا من شروط الدعوة، إلى جانب مجموعة من المفاهيم كالحكمة والحسنى والأخلاق والقدوة، صفات لا بد من مراعاتها أثناء الدعوة إلى الله. هذه العروض كانت تتمحور حول المرأة الداعية وطالبة، كذلك المرأة طالبة العلم والمرأة الطبيبة وكذلك الأستاذة الداعية، يعني هذه كلها مواقع يجب أن تخدم من خلالها الداعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثقافة الاعتراف كانت حاضرة خلال الملتقى، حيث تم تكريم أحد شيوخ المنطقة والذي كرس حياته من أجل تحفيظ القرآن الكريم وتلقين علومه للنساء خاصة. شعوري لا يوصف بهذه المناسبة التي كرمت فيها من طرف خلية المرأة التابعة للمجلس العلمي المحلي إنسكان، لأن هذا التكريم في الحقيقة تكريم للمرأة، لأن هنا نستدرك أو نتذكر دور أمهاتنا وجداتنا اللائي كنا يحملن أو يشجعن أبناءهن وحفدتهن على حفظ القرآن والاشتغال بالقرآن. مبادرة تأتي والعالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة، فالمرأة أصبحت فاعلا أساسيا في بناء المجتمع، أساسه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفق أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة.